دي قصة اختفاء سانتا. محدش عارف ايه اللي حصل وخلى سانتا قفش، ولا سانتا نفسه فاهم. انا اقولك ايه اللي حصل. شايف حمادة؟ حمادة بيلعب كونكر، بيلعبها من زمان، من زمان قوي. هتقولي ايه علاقة ده بسانتا؟ يا عم استنى هفهمك. حمادة بيعرف يلعب دومنا، بس عمره ما كسب حاجة منها لحد ما عرف كونكر ولعب دومنا، ودومنا فيها اكتر من مود زي مود 101. هتقولي وده ايه علاقته بسانتا؟ مود 101 بيديك فرصة تكسب هدايا كتير، كروت شحن ب10، كروت شحن ب100، فاوتشرز من كارفور ب500، جيفت كاردز كتير من 1000 ل2000، سمارت فونز مختلفة زي واوي وايفون. مش بس كده، كمان الهدايا بتزيد كل يوم. هتقولي وده ايه علاقته بسانتا؟ هقولك انت مش شايف حمادة مبسوط ولا ايه؟ بس يا سيدي، ومن ساعتها وهدايا سانتا مش مالية العين. Mm-hmm.